هل يجوز تلاوة القرآن على الميت في المقبرة؟ معروف بأن هذا مع الأسف الشديد يعني من التكسب السيء، يعني من التكسب السيء، هذا يقول لك اقرأ القرآن في القبور وهذا بذلك الشكل، هذا سيء جدا، هو بدعة، وثانيا يعني قبلها وبعد أن يكون بدعة يعني ماشي ذوق، يعني هذاك إهانة للقرآن الكريم حقيقة، يعني حشومة كاع وسوء أدب مع الله عز وجل. القرآن ثاني يقرأ في المكان الطيب الطاهر في البيت في المسجد في أي مكان، وبالدعاء إن شاء الله يوصل للخير إن شاء الله للميت.